بعد هذا ذكر القسم السادس، وقلنا بدأ الآن يفصل، ذكر السحر وحكم السحر ومن هو الساحر، وذكر في الباب الثاني أنواع السحر حتى نجتنبها، والباب الثالث أراد أن يبين لك من هو العراف والمنجم والرمال والكاهن، شيء واحد. وحكم إتيان هؤلاء لا تقبل له صلاة 40 يوم، ولو صدق كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكيفية الإتيان، لأن بعض الناس يظن الإتيان أن يأتي ويجالسه، لا، اليوم برسالة بضغطة زر تفتح المجلة التي فيها الجرائد والمجلات، هذا إتيان. الرابع بين لنا النشرة، وقع السحر كيف يحل السحر؟ يحل بالرقية الشرعية بشروطها الثلاثة، أو بالأدوية المباحة كشرب العسل الحجامة، أو بالدعاء. أما يحل السحر بسحر، قلنا لا يحل بسحر، مخالف للكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة، وتضعيف للتداوي بالقرآن وتقوية للسحرة، وكيف يلجأ إلى المظنون ويترك اليقين، ولو صبر له الجنة، والساحر الثاني يضيف سحر على السحر الأول، ثم لا يمكن أن يقدم لهذا المسحور شيئا حتى يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب يبطل العمل على المسحور. ثم ذكرنا باب التطير، وأشكل على بعض الناس باب التطير. يا أخواننا اسمع، نحن نقدم الشرع، الألفاظ طلاب العلم لا يمكن أن تكون إلا ألفاظ شرعية، يعني ما يصح أن تتكلم بألفاظ التي يتكلم بها العوام. خير يا طير، خير يا طير تطير أخواننا، حتى لو كان يقولها بعض الناس، يعني بعض الناس الآن الصغار كلهم يقول يرمي السن إلى الشمس، يقول يا شمس يا شموس، قال هذا نفعل أكثر من العادة، إن وجدنا آباءنا على أمه، شرك أكبر. حتى الشجر الآن بعض الناس يقول إن الأشجار يسميها أنها تعبد الشمس، أعوذ بالله، موجود هذا المفروض تقول أن هذا بيان قدرة الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات، سميها دوار الشمس يا أخي، عجيب. وكثرة الأسئلة، يأتيك اتصال في آخر الليل في أول الليل، في أي وقت المؤمن يتطير أو يتشاعر؟ لا يتطير لا يتشاعر، يتفاءل. نبي صلى الله عليه وسلم انظر، قبل أن يولد مات أبوه، ولد يتيما، ثم ماتت الأم، كان في كفالة جدي، مات الجد، ثم كان في كفالة عمي أبو طالب، مات العم، ماتت الزوجة الحنون خديجة رضي الله عنها، مات أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام، إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. أودي عودي نبي الأمة في غار، صحيح خرج للطائف رموه وتكلموا عليه، قالوا عنه كذاب وساحر، تطير، وضعوا له السم في طعامه، سحروا، أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، شج النبي صلى الله عليه وسلم قصة ربعين، تنازل عن الدعوة، تطير، لا، تفاءل عليه الصلاة والسلام. لماذا لا نكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم نتفاءل دائما؟ صح، نعم، خير يا طيب، لا كيف بخير يا طيب؟ وانكسر شيء قال انكسر الشر، من يقول هذا؟ ويكتبوا الآن بعض الناس صفر الخير، سبحان الله، كيف تكتب صفر الخير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صفر؟ وبعض الناس يقول يا أخي اعتاد الناس على هذا، اعتاد الناس على الشرك، لابد ننكر، لابد نعلم، نحن نحذر ونحذر، ما قلنا لكم كفروا أحد، لكن حذرهم من هذا. بعد أمس جاءني أحد الطلاب يقول عندما نقطف الوردة الآن تزوج أو لا تزوج، قال خذ وردة، قال يا أخي عادتنا في البلد هكذا، اعتدنا نقول والنبي، اعتدنا نقول هذا ليس بشرك، أعوذ بالله، والنبي حلف بغير الله، قال كيف؟ قال اعتدنا على هذا، لماذا ما اعتدت على سب والدي؟ لماذا؟ وبعض الناس قال اعتدنا على سب الرب، سب النبي صلى الله عليه وسلم، وش نصنع؟ لماذا عندما تغضب ما تقطع النقود، ما تسب والدك، لكن تسب الدين، تسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا إخواننا العادة
مقدمة أو الشرع. لا اعتبار بالعادات هذه التي كانت التطير كثير في الأمة إلا من رحم الله. قال يدي هكذا، وبعض الناس استيقظ من اليوم من النوم يقول والله نفسي مقبوضة اليوم، أشعر أن المصيبة قريبة، تعلم الغيب ويضحك يضحك يضحك. قال الله يكفينا شر الضحك، الله يكفينا شر الضحك. تطير ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل أحد من الصحابة رضي الله عليهم الله يكفينا شر الضحك. صح، عندما يضحك بعض الناس يقول بعض الضحك تحت المصيبة. لماذا تتطير؟ لماذا تتشاءم؟ هذا الموضوع يعني جاءني أمس 100 سؤال عن هذا. إخواننا المسلم ما يتطير.